نروح الكاستين كله تبع ايتك والنجوم موجودين. وهتبتدي بمين؟ تبتدي بفال كيلمر ولا بفال كيلمر؟ لا لا بص لي اوقف اوقف صوب ال خد ما تدينيش ظهرك اديني وشك. طيب ايوه فال كيلمر مين هتاخده؟ كيلمر انا بحط له طلال مرديني ولا شادي الصفدي ولا معتصم النهار؟ يعني انا برايي بالدور اللي بيعمله صح كاجريسيفنس وكشوية شر هيك ولعب على وتر الشر شادي الصفدي. شادي ايه شادي أنا طلال وشه في بيبي هيك شوي في شي بيبي ومعتصم في هاي الوسامة ولادة بس مو على شي شرير بتحسيه على شي هيك نبيل نوبل يعني هيك برنس فأنا ايه وشادي أنا بحبه بأدوار الشر بيعمله بطريقة كتير حلوة. روبرت دينيرو حضرتك موجود من ضمن باسم خياط باسم يخور وميلاد يوسف انت من بينهم بالاذن من اصدقائي بحط حالي انا تفضل انت لو عملتش كده ما تبقاش اي حد بعمله حلو انا بحس اني ممكن اعمله الباتشينو بدي اختار واحد من برا القائمه ممكن ممكن يعني انت الاول نقول لكل مشاهدينا ان كان في تيم حسن وفي عمرو سعد وفي محمد رجب تمام يعني انا هتختار مين يعني بالاذن من عمرو سعد وتيم ومحمد انا بحط هون صوره عبد المنعم عمايري ممثل سوري وجوكر في الدراما انا برايي عبد المنعم عمايري اصلا حتى بالشكل بيشبهه للباتشينو وبيجيبه يعني هي طبعا مش تقليد رح تكون بس لا. يعني الكاركتر اللي عامله الباتشينو بالفيلم عبد المنعم عمايري بيجيبه بطريقه مدهشه انا ما بعرف شفتي اخر جزء من الهيبه اللي عمله تاي هو اللي كان الفيلن هو اللي كان قدامه الفيلن اختيار موافق تفضل